افتتح فرع اتحاد الصحفيين باللاذقية وطرطوس مهرجانه الثقافي الثالث في دار الأسد في اللاذقية بمعرض للخط العربي، تأكيدا على رمزيته وأصوله الفنية ومفرداته الفكرية. والمهرجان في برنامجه لليوم الأول قدم 4 محاضرات تناولت التصحيح ومسيرته النضالية والنقلة النوعية للمجتمع والدولة في رحاب التصحيح. كما أشار المحاضرون إلى الرؤى الجديدة للإعلام وتطورها وظهور مميز للإعلام الحربي الذي لاقى نجاحا واضحا لأنه كان ابن الميدان والذي صور صدق اللحظة وصورة الحقيقة. كما كان للإعلام المقاوم الناطق بالتركية دور في كشف كذب ورياء الإعلام التركي. أي نشاط هو إيجابي بالنسبة لأي محافظة، خاصة كمحافظة اللاذقية لأنها آمنة، وكما تعلمين الثقافة هي المحصول العلمي للفرد وهذا جزء من الثقافة. طبعا هذا المعرض وغيره من الندوات يمكن أن تعيد للسوريين القلق الذي يبحثون عنه في ظل هذه الأزمة. بشرفنا نكون هون معكن بسوريا. سوريا قلعتنا قبل تركيا، هي قلعتنا وهي بيتنا الأول، هي وطني الأول. باسم الجالية العربية الكبيرة الموجودة بتركيا وباسم كتير جزء كبير كتير من المواطنين الأتراك، كلنا قلبنا معكن، كلنا معكن بهذه المعركة. يعني ما قمنا إلا بواجبنا، إذا حسنا الحمد لله وما حسنا قصور هذا مننا. الرسالة الإعلامية في المهرجان وصلت والمسؤولية مرتبطة بالحب والمهنية التي يؤكدها المهرجان من خلال تقاطع الثقافات والمعلومات بين محاضر وآخر.